كلاس 2. كلاس 2 من اكتر الحالات المتعبه جدا جدا في العياده. مشاكله كتير من ناحيه الكونتاكت. البيشنت اصلا بيكون جاي لك بيشتكي ان الاكل بيقف وبيتحشر ما بين السنان، المفروض انت ترجعه بكونتاكت كويسه عشان الاكل ما يقفش ويتحشر هنا. فما بالك بقى ان انا اعمل كلاس 2 والبيشنت يرجع يشتكي من نفس الشكوى تاني؟ يبقى احنا عملنا الريستوريشن بتاعنا والبيشنت ما ارتاحش. طيب ازاي اقدر ان انا اعالج موضوع كلاس 2 دوت بدون ما ادخل البيشنت في مشاكل الفود ستاجنيشن او الفود اكيميليشن اللي هو اصلا ليه بيشتكي منها؟ لازم اكون فاهم الماتريكس سيستم بتاعي كويس جدا. الماتريكس سيستم هو المسؤول عن الريبرودكشن بتاع البروكسيمال وول، وان هو يرجع لي الكونتاكت في مكانها الطبيعي وبالتايتنس الطبيعيه بتاعتها. فبالتالي لازم افهم الكومبوننتس بتاعته ووظيفه كل كومبوننت في الماتريكس سيستم، ازاي اختار كل واحد، ايه الكرايتيريا الاختيار، ايه الموديفيكيشنز اللي ممكن ادخلها عليه، وبالتالي اقدر اعمل ريبرودكشن للبروكسيمال وول with its ideal criteria. تابعونا ان شاء الله في المحاضره ديت، محاضره الماتريكس سيستم سيلكشن.